هاد المشاريع اللي هي مهمة، هاد المشاريع دي الفلاحة غادي تحول المنطقة. أنا كنشوف سوس كيفاش كيشتغلوا في التصدير ديالهم، وأنا عارف بأن اليوم كاين 1000 هكتار من اللي كتمشي منها يعني المنتوجات الفلاحية داخل المغرب وخارج المغرب، وعندها دور كبير، وعساك إن شاء الله بلي غادي نوصلوا ل 5000 هكتار زايدة. أشنو هو المنتوج اللي غادي يكون إن شاء الله؟ وأنا متيقن بأنه منتوج ديال الداخلة غادي يكون منتوج ناجح وكبير، والمنتوج ديالنا إلا درنا فيه اللي هو منتوج مغربي ولا كنت كنزيدوا فيه الكلمة ديال الداخلة غادي يسوى الثمن في أوروبا، غادي يسوى الدوبل، لأنه أش نقول لكم، لأنه الكلمة ديال الداخلة والاسم ديال الداخلة راه عنده واحد التموقع اللي هو كبير عالمي، اللي جا من السياحة، اللي جا من الفلاحة، اللي جا من عاد واحد العدد ديال الجاذبية ديال المنطقة ديالكم.